لو حابين نلخص الـ Cardinal Principles for Radiation Protection اللي هي القواعد الأساسية للوقاية من الإشعاع، في الحقيقة ثلاث قواعد أساسية الناس اجتمعوا عليهم علشان يحاولوا يقللوا الـ Radiation Exposure. يعني أول حاجة الـ Keep the time of the exposure to radiation as short as possible، يعني نقلل وقت الاكسبوجر للراديشن لاقل قدر ممكن محتاجينه علشان الدايجنوسيس او علشان يعني ان احنا نقدر نوصل للصوره ان هي تكون مناسبه للتشخيص. الحاجه الثانيه maintain as large distance as possible between the source of radiation and the exposed person. يعني بتكلم هنا ان احنا كل ما احنا بعدنا عن الشخص، كل ما احنا بعدنا بين الشخص وبين السورس اوف راديشن كل ما الاكسبوجر بقى اقل. الحاجه الثالثه ان احنا بننسيرت شيلدنج ماتيريال بتوين ذا راديشن سورس اند ذا اكسبوزد بيرسون. يعني احنا دلوقتي لو عايزين نقلل الراديشن اكسبوجر لشخص معين لازم نحط بينه وبين السورس لازم نحط شيلدنج ماتيريال. نتكلم على الكلام ده بالتفاصيل اكتر شويه. بالنسبة للوقت الـ dose is directly related to the duration of the radiation exposure. يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على الـ exposure هو عبارة عن الـ exposure rate times الـ exposure time، فمعنى كده هو بيتناسب طرديا مع الـ exposure time. فمعنى كده كل ما احنا قللنا الـ exposure time كل ما كان كمية الإشعاع اللي تعرض لها الشخص كل ما كانت أقل. الحاجة الثانية بالنسبة للديستنس، طبعا عندنا معروف في الإشعاع عموما حاجة اسمها الانفرس سكوير لو. يعني بيسك احنا بنتخيل ان احنا عندنا السورس اوف راديشن عبارة عن نقطة موجودة في مركز كورة، وبالتالي بنلاقي ان احنا سطح الكورة ده بيزيد بمقدار يعني هو بيساوي 4 باي ار سكوير، يعني يعني بيسكلي بيعتمد على الراديوس بمقدار يعني ار تربيع، يعني راديوس مربع. فبالتالي كل ما احنا بعدنا الديستنس كل ما كان الراديشن اكسبوجر او الراديشن دوز بتبقى يعني متوزعه على سطح اكبر، فبالتالي الشخص نفسه بنفس المساحه بيتعرض للراديشن اقل كل ما كان المسافه بينه وبين الراديشن سورس اكتر. العلاقه زي ما بنقول هي علاقه انفر سكوير لو. فبنتكلم بيسكلي ان احنا بنتكلم على يعني لو احنا مثلا المسافه بدل ما كانت فرضا 50 سم خليناها متر، بيبقى الاكسبوجر بيبقى اقل بمقدار الربع، ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا. طبعا احنا ممكن نتخيل ان احنا في الاكس راي زي ما احنا كنا بنتكلم في الاكس راي تيوب، السورس اوف اكس راي الفوكال سبوت بتاعت الاكس راي اللي بتطلع لنا الاكس راي نفسها هي بتبقى يا اما سمول فيلمنت يا اما لارج فيلمنت، الاثنين ما هوش بوينت سورس. بس النقطه ان احنا ممكن ان احنا لو كان الديستنس فروم ذا سورس اكتر من خمس مرات الديامتر بتاع السورس بقدر اعتبر ان هو بوينت سورس، بقدر اسيوم ان هو بوينت سورس، يعني هو بيبيهيف براكتيكالي اكنه بوينت سورس. طبعا هنتكلم على السمول فيلمنت واللارج فيلمنت الاثنين بنتكلم على حاجات يعني سنتيمترز، يعني بنتكلم على حاجه صغيره جدا في الحجم. فبالتالي لما بنتكلم على الديستانس مثلا متر ولا حاجه بيبقى اكيد اكتر بكتير من خمس مرات الدايمتر بتاع السورس. فبالتالي الانفر سكور لو بيابلاي في الـ في الـ في البروبلم بتاعت الاكس راي ايمجنج بشكل يعني يعتبر يعني تطبيقه بيبقى سليم 100%. الحاجه الثالثه اللي هي الشيلدنج. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا لما بنحط شيلدنج بتوين ذا راديشن سورس اند اكسبوزد بيرسون بنقلل كتير جدا من كميه الراديشن اللي بتوصل للشخص نفسه. طبعا بنتكلم على الشيلدنج مثلا ممكن يبقى ملابس تلبس بيبقى فيها مثلا رصاص، ممكن يبقى فيه مثلا الشخص التكنولوجيست مثلا هو بيصور يبقى واقف ورا ليدد جلاس مثلا ولا حاجه، يبقى في عندنا يعني طريقه علشان نحمي بيها الشخص اللي موجود يعني او بيتعرض او موجود في غرفه الاكس راي يعني كل يوم زي الاشخاص اللي بيشتغلوا في الاقسام الاشعه، لازم نعمل حاجه بحيث ان هي تقلل الدوز بتاعتهم بشكل كبير. طبعا بالنسبه للبيشن ما نقدرش نعمل كده، البيشن احنا قاصدين ان احنا نعرضه للدوز عشان بيسكلي بنستعملها عشان نطلع بيها الصوره، فاحنا بنتكلم على الشيلدنج دوت بنتكلم على الاشخاص اللي هم بيعملوا في اقسام الاشعه مش بنتكلم على البيشن.